ولمناقشة تطورات الوضع اليمني معنا من اسطنبول الكاتب الصحفي اليمني محمد الأحمدي، مرحبا بك معنا. مرحبا بك أخي العزيز والمشاهدين. أهلا وسهلا. نبدأ من هجمات ميليشيا الحوثي على السعودية ومأرب وتعز، والسؤال الآن: ألا ينهي هذا التصعيد الحوثي جهود الحل السياسي في اليمن؟ تحية لكم. الحقيقة أن ميليشيا الحوثيين لم تتوقف يوما منذ انقلابها على السلطة الشرعية في سبتمبر أيلول 2014 عن عملياتها العسكرية، سواء على الصعيد الداخلي ومحاولة التوسع في الجغرافيا التي لم تستطع أن تطأها أقدام الميليشيا، ولاقت فيها مقاومة عنيفة سواء في محافظة مأرب أو تعز أو غيرها. لم تتوقف الميليشيا الحوثية عن قصف هذه المدن وهذه المناطق وهذه المحافظات التي رفضت الخضوع لسيطرة ميليشيا الحوثيين، وحتى في المناطق التي تمكنت من دخولها ملأتها بالألغام، ويعني أوقعت الكثير من القتلى والجرحى في صفوف المدنيين. وعلى الصعيد الإقليمي أيضا لم تتوقف ميليشيا الحوثيين عن شن هجماتها بالطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية على عمق الأراضي السعودية واستهداف منشآت نفطية كما حدث في التصعيد الأخير خلال الأسابيع الماضية. وبالتالي هذا التصعيد وهذا السلوك العدواني لميليشيا الحوثيين هو أساسا جزء من تكوين هذه الميليشيا، فهي جماعة عنف مسلح في النشأة وفي الأدبيات وفي السلوك والممارسة، وهي تعتقد أن أي مكاسب سياسية لا يمكن حفظها والوصول إليها إلا عبر العنف والسلاح والتصعيد العسكري. أستاذ محمد، من ناحية أخرى وميدانيا، كيف سينعكس تقدم الجيش اليمني في تعز وفي غيرها على الحرب؟ هل نحن أمام انتكاسة كبيرة لمشروع ميليشيا الحوثي؟ الانتكاسة التي منيت بها ميليشيا الحوثي بدأت من محافظة مأرب، محافظة مأرب شرق البلاد، وهي المحافظة النفطية والمهمة جدا. وكانت الميليشيا الحوثية وقيادات الميليشيا الحوثية يقولون إنهم يكونون أو لا يكونون في محافظة مأرب، كانت بالنسبة لهم معركة مفصلية، وهي كذلك حتى بالنسبة للشرعية والتحالف. لكن المقاومة الشرسة والانكسارات الكبيرة التي منيت بها الميليشيا الحوثية في محافظة مأرب أثبتت أن اليمنيين يقولون كلمتهم وأن الميليشيا لن تكون. وبالتالي عمد الجيش وقوات الجيش ورجال القبائل في محافظة تعز وفي أيضا محافظة حجة إلى يعني انتهاز هذه الظروف وشن هجمات معاكسة على مواقع الميليشيا الحوثية. وحققت قوات الجيش مسنودة برجال القبائل يعني تقدم كبير في محافظتي حجة وتعز، بالإضافة أيضا إلى تقدم في محافظة مأرب. وبالتالي هذه الانكسارات لا شك أنها يعني تضعف مشروع الميليشيا الحوثية، وهو في الحقيقة ليس أمام اليمنيين سوى المضي قدما في إسقاط هذا المشروع والقضاء عليه، لأنه مشروع عدني أساسا. لذلك هل بات الحل العسكري هو الوحيد، أم أن هذه الخطوات وحتى الضغط العسكري يأتي من أجل الضغط على الحوثيين للقبول بالتسوية؟ على المستوى اليمني اليمنيون ليس أمامهم خيار سوى مقاومة هذه الميليشيا حتى تعترف بأنها جزء من المكونات اليمنية وليست فئة تتمتع بالتفوق العرقي أو السلالي كما تعتقد هذه الميليشيا. يجب عليها أن تتخلى عن أوهام الاستيطاء السلالي والتفوق الجيني هذا الذي يدفعها للانتحار، وبالتالي يضعها أمام خيار يعني لا مفر منه بالنسبة لليمنيين، وهو إما أن تكون قاتلا أو أن تدافع عن نفسك. الميليشيا الحوثية فرضت هذه الحرب على اليمنيين ولم يختارها اليمنيون بالتأكيد، وبالتالي كل مساعي الجهود ومساعي الحل السلمي في اليمن طوال السنوات الماضية تبخرت بسبب سلوك هذه الميليشيا وثقافتها ويعني توغلها في لكن على الرغم من ذلك الخارجية الأمريكية لها رأي آخر، وهي تقول أنها تسعى لتنشيط الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب في اليمن. إلى أي مدى استثمرت ميليشيا الحوثي
في مثل هذه التصريحات الأمريكية وغيرها؟ الحقيقة للأسف أن التدخلات الأمريكية في اليمن لطالما كانت مضرة جدا، يعني سواء في عهد الإدارة السابقة ترامب أو في الإدارة في عهد الإدارة الجديدة الديمقراطيين جو بايدن. المشكلة أن الرؤية الأمريكية للأزمة اليمنية رؤية قاصرة ولا تراعي اعتبارات المصالح اليمنية، وإنما تقوم على حسابات المصالح والنفوذ. والميليشيا الحوثية هي في الحقيقة أداة باطنية في نظر الكثير من اليمنيين، تخدم أكثر من مشروع، فبقدر ما تمثل ذراعا لإيران أيضا هي تعد أداة للسياسة الأمريكية في إطار محاولة تمكين الأقليات في المنطقة العربية لضمان الإبقاء على كل أطراف رهن التوجهات الأمريكية والمصالح الأمريكية. إذا بالنسبة للرؤية الأمريكية، الحكومة اليمنية أبدت ترحيبها بها، لكن الميليشيا الحوثية عبرت بشكل قاطع عن رفضها، وربما تمارس نوعا من المناورة، لكنها في المحصلة ليس هناك رغبة حقيقية لدى الميليشيا الحوثيين في الانخراط في عملية سياسية تضع حدا لهذه الحرب والتخفيف من معاناة اليمنيين. طيب أخيرا إنسانيا، إلى أي مدى تستدعي الانتهاكات المرتكبة والجرائم من ميليشيا الحوثي ضد المدنيين موقفا دوليا جادا تجاه هذه الممارسات؟ للأسف لا يلمس اليمنيون أن هناك موقفا جادا بالنسبة للمجتمع الدولي إزاء جرائم الميليشيا الحوثية، جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية مارستها طوال هذه السنوات. هناك إدراج لأسماء بعض قيادات الميليشيا في قوائم العقوبات الأمريكية، لكن هذا العمل يعني اقتصر على أشخاص معدودين. هذه الجماعة برمتها كيان نازي ويمارس العنف والإجرام بحق المدنيين، قصف عشوائي وألغام واختطافات وتعذيب في السجون واعتداءات جنسية. قبل أيام ارتكبت هذه الميليشيا هولوكوست في حق المهاجرين الأفارقة في أحد مراكز الاحتجاز في العاصمة صنعاء. هذه الجريمة البشعة قوبلت يعني مواقف باردة من طرف المجتمع الدولي، لم تحظى بالإدانة الواضحة. الكثير من جرائم ميليشيا الحوثيين يتم التعامل معها ببرود ملفت للنظر من قبل المجتمع الدولي للأسف الشديد. شكرا لك الكاتب الصحفي اليمني محمد الأحمدي، كنت معنا عبر الخط الهاتفي من إسطنبول.